على بطلات لدوري السوبر في اقل من شهر بعد تتويجهم وفي نفس الصاله بلقب كاس مصر. ودلوقتي طبعا معايا الغزال كابتن طارق خيري البطل النهارده بقى الحقيقي، وللحقيقه شفنا اعصابه مشدوده يعني بشكل كبير جدا طبعا، علشان يعني كانت مباراه صعبه جدا. كابتن طارق الف مليون مبروك، ببارك لك. مباراة الحقيقة صعبة جدا، ولكن الحقيقة قدرتوا بروح الفانيلا الحمراء ان انتوا تحصدوا لقب جديد لملكات السلة. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الف مبروك لينا كلنا. انا سعيد بالمشهد ده لو هو باين في التلفزيون. ميرال بقالها سنتين معايا عاملة سيزون عالمي الاثنين، كان انا بسأل كل شوية هي ليها جايزة ولا لا. فالمشهد ده بالنسبة لي انا كأني خدت الدوري مرتين للأمانة، والله بتتعب جدا ومخلصة جدا. الدوري البنات او اهلي وسبورتنج بصفه خاصه دوري صعب، بعد ما كمان سبورتنج كان معزز جامد قوي في بوزيشن كان ناقص عنده. عندي الولاد تعبوا، عندي نقص في ثلاث لعيبه مش موجودين، ما بين حملي ما بين صليبي ما بين واحده بطلت. انا قائمتي 11 لعيب والباقي كله صغيرين. عندي ميستيك ان في لعيبه ما بيشاركوش، جايده خالد، سمانه، فانكل في صباع مش قادره، يعني كل ما بيجي في مشكله يرى خلفيه. فبقيت تسعه بنلعب رجاله، مش قادر اقول الفرقه متحوله بفضل الله دفاعيا وهجوميا وروح وحب بص كل حاجه، لان شهر ونص الفرقه متحوله. الدوري المرتبط اللي انا زعلان عليه اللي انا خسرته، اللي انا دايما بناشد بيه وهفضل اقوله انا خسرته والله، ولا ليه دعوه بجزء فني ولا ليه دعوه ثلاثه على ثلاثه. اللي انا بنادي بناشد اتحاد السله يفصل البطولتين، انا فرقتي مش معايا، لعبت دوري من غير فرقه على طول 3 على 3 منتخب بتاع، فانا مش عايز. الحمد لله رب العالمين، مبروك لينا ولكل الناس والجمهور، مش عارف اقول لك ايه. مبروك يا كابتن طارق، يعني الحقيقه مشهد جميل جدا، شفنا قد ايه كلهم روحوا على بعض، لان خاصه ان هي كانت مباراه صعبه. يعني مش عايزين نتكلم في ايه اللي حصل، لكن احنا كنا فارقين في جيم 1 وجيم 2 15 بوينت، بعد كده بنتكلم في 10 بوينت، ولكن النهارده ايه اللي حصل؟ هل كنتوا مستعجلين المكسب يا كابتن طارق؟ اجهاد اجهاد مع عدم توفيق، ما هي الرياضه كده. السلعاوي الماتش اللي فات بترمي الجيب، النهارده بتدخل السلم الجليم، ما هي ده توفيق من عند ربنا. ممكن بقى بس مش عايز اعطال، لان انا بلغيها ثقه زياده انا هكسب في اي وقت. لا الحمد لله مش موجوده عندي، انما ده التوفيق مع تعب مع جهد. انا برضو محمل على 7 8 لعيبه، انا بقول لهم حتى كده الفاينل انا طول السنه بلعب ب 20 بنت، انا عندي انا مصعد 11 بنت من الناشئين بيلعبوا مره واحده مره اثنين على حسب الجيم. انا هيلوم سبورتنج سبيشال، الكويس هو اللي هياخد التايم عليه اتعبوا. فالمرات بتلعب النهارده عندها سمانه لعب 40 دقيقه حاجه كده، انما الحمد لله دوري مهم، دوري حلو، لان المنافس السنه دي غير السنه اللي فاتت. كان برضو الدوري احنا خدنا ايزي، السنه دي الدوري صعب. ممكن دي تبقى حلاوته، الولاد فرحان يعني. كان صعب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي، وتقول ايه كمان عن فريقك؟ قدرتوا ان انتوا تفوزوا او تحصدوا على القاب كتير، منطقه القاهره، كاس السوبر، كاس مصر، وفي اقل من شهر كمان بعدها دوري السوبر. تقول ايه للجماهير؟ ختموها مسك سيزون الحقيقه استمتعنا بيه باستثناء يعني الحقيقه بطوله واحده زي ما انت بتقول. تقول ايه النهارده عن السيزون؟ لا جمهور، احنا عايشين عشان الجمهور، احنا سعادتنا من سعاده الجمهور، تعبنا كله عشان خاطر الجمهور، مجلس الاداره والنشاط الرياضي واحنا كجهاز فني واللعيبه كلنا باصين نمره واحد. انا قلتها في تايم اوت واتفضحت للجمهور ان انا مش هنخرج يوم ماتش الكاس، مش هنخرج من هنا لما نفرح جمهورنا. انا قلتها، واحنا انا واولادي اللي بيلعبوا في النادي عايشين عشان على قد ما نقدر نسعد نفسينا والجمهور معانا نمره واحد. مره ثانيه كابتن طارق نورتنا وشرفتنا. مبروك ليك، مبروك ليك كله. ده طبعا كان لقائنا مع كابتن طارق خيري. شايفين فرحة كبيرة جدا بتسيطر على سواء الجهاز الفني أو الإداري أو حتى اللاعبات، الحقيقة مشهد أكثر من رائع. كابتن هيثم أكيد لسه مستمرين معاك في لقاءاتنا عقب تتويج النادي الأهلي وملكات السلة باللقب 26 والتاني على التوالي على حساب سبورتنج. في هذه اللحظات احد نجوم ملكات كره السله اللاعبه تمارا نادر، ويمكن كمان معانا كابتن نادر السيد. في البدايه طبعا الف مبروك الفوز. يمكن كل فتره بطوله جديده مع النادي الاهلي، ده اول سيزون ليكي، وقفت كتير جدا على منصات التتويج، بس في البدايه اكيد عايزاكي تكلميني عن مباراه النهارده اللي كانت مباراه كبيره جدا، زي ما قلت مباراه ماراثونيه، ضغط كبير جدا، لكن قدرتوا تتغلبوا في النهايه. اول حاجه بشكرك قوي على كلامك والله يبارك فيكي، وتاني حاجه
احنا ماتش التالت دايما بيكون ماتش صعب قوي عشان بيكون بدنيا كل يعني فرقتين وقعوا قوي، فعشان كده الماتش احنا كنا عارفين قبل ما ندخل ان الماتش هيكون لاخر لغايه اخر ثانيه، وان احنا ما كناش خالص اللي هو نازلين اللي هو مريحين او اي حاجه، لا بالعكس احنا كنا فعلا تعبانين بدنيا، بس كنا متاكدين 100% ان احنا هنفوز من نصيبنا لان احنا تعبنا قوي 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 الفتره اللي فاتت، وده بان في فوزنا بالكاس والدوري، ودي كانت اقل حاجه نديها يعني كابتن طارق عشان تعب معانا قوي وهو في ظروف صعبه، واحنا بجد بندي له فوز وندي طبعا للجماهير فوز وللوزير عمرو فاروق الله يرحمه. يعني زي ما قلت المباراه كانت صعبه اكيد، عايزه اعرف ابرز الحاجات اللي قالها لكم كابتن طارق. كابتن طارق كان دايما بيكلمنا فنيات، وكان دايما بيكلمنا على روح نادي الاهلي، وان نادي الاهلي كبير قوي على ان كان اللي حصل لنا باقي قبل السيزون، يعني احنا خسرنا 4 مرات من سبورتنج، كان كبير قوي على نادي الاهلي ان هو يتحمل خساره زي دي، فاحنا كنا بنعوض كل ده بان احنا كسبنا الدوري 3-0 وكسبنا الكاس، ودي كانت اقل حاجه نقدر نعملها، ده كان كلام كابتن طارق دايما. يعني كابتن نادر في البدايه طبعا ببارك لحضرتك على فوز تمارا بدوري السوبر، عايزه حضرتك تكلمني اكتر على مشاركه تمارا وتالقها الحقيقه والتاقلم الكبير مع الفريق بشكل سريع. اولا ببارك لتمارا وببارك للفريق كله، لان انا عايش معاهم وعايش معاها وكابتن طارق والجهاز الحقيقه والاداره وكل الناس الحقيقه، مش عايز اذكر لحد عشان ما انساش كابتن خالد العوضي كمان، الحقيقه المجهود هو الاهم، ان شخصيه الفريق وشخصيه النادي بتبان جدا في الفرقه لما كانت بعيده قوي بعد كده رجعت تاني. اعتقد ان كابتن طارق كمان بذل مجهود كبير قوي، مش بس بدني وفني، انما بذل مجهود كمان كبير قوي من ناحيه نفسيه، لان يديهم دوافع جديده، وزي ما قالت تمارا ان دايما الماتش الثالث ده بيبقى اصعب ماتش، لان اما ماتش اما ينتهي المشوار او ان هو يدي امل تاني لفريق سبورتنج. فريق سبورتنج الحقيقه عمل ماتش كبير جدا، وانا شايف ان المنافسه دي منافسه الحقيقه في الاول والاخر بتبقى اوريدي الباسكت بيبقى بشكل عام يعني بتدي منافسه قويه، انما انا كنت واثق جدا 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 ان الاهلي هيكسب النهارده المباراه. يعني زي ما حضرتك قلت الحقيقه بنشوف حضرتك متواجد في جميع المباريات للفريق، تمارا بتتعرض اكيد لضغط كبير زي كل لاعبي النادي الاهلي، ويمكن حضرتك عاصرت ده كون حضرتك طبعا في الملاعب لكوباية الكره المصريه، فعايزين نعرف النصيحه اللي بتقولها لتمارا ايه؟ النصيحة اللي بقولها تمارا دايما ان هي ما تقفش عند حاجة ايا كانت حاجة فيها مكسب وفيها خسارة، لان في الاول والاخر هي دي رياضة وهي دي منافسة، انما الاهم مش المشكلة ان الواحد ممكن يقع في وقت من الاوقات، انما الاهم ان هو ممكن يقوم يعني، وده اللي حصل الحقيقة مع الفريق، وده اللي حصل مع تمارا مع الفريق بشكل عام، ان هم بعدوا شوية اتعرضوا لخسارات في بعض الاوقات، انما قدروا ان هم يرجعوا تاني. وبعدين الرجوع كمان مش بس الرجوع عشان هم عندهم كواليتي كويس او كابتن طارق كويس، هم اكيد بيرجعوا بشخصية الفريق بشخصية النادي الاهلي، فده اللي انا شفته الحقيقه وده اللي انا عاصرته معاها، وانا دايما وابدا الحقيقه بشجعها جدا وفخور بيها جدا، وان شاء الله تحقق بطولات اكتر للنادي الاهلي. بشكر حضرتك جدا والف مبروك مره ثانيه. ميرسي، شكرا. يعني شاهد على الحدث دايما موجود سواء في تعاقدات سواء في بطولات، كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي طبعا بالنادي الاهلي، ببارك لك الف مليون مبروك، سيزون ناجح لملكات السله. يمكن خلاص بقى كابتن خالد احنا تعودنا يعني بطولات بطوله ورا بطوله ورا بطوله، الف مليون مبروك. الله يبارك فيكي، مبروك علينا كلنا الحمد لله، بنحمد ربنا ونشكر فضله على كل بطوله ربنا بيديها لنا، ودي نعمه النادي الاهلي علينا، واكيد ده مجهود كل الناس، مجهود مجلس اداره ومجهود اللاعبين والاجهزه والنشاط الرياضي، حتى مجهود الجمهور معانا وتعبه والسبورت اللي بيديه ليهم على السوشيال ميديا، طبعا انت عارفه الجماهير ما بتديش الماتشات كتيره، لكن في الاخر كل هي دي منظومه النادي الاهلي ونجاح النادي الاهلي، ان ربنا بيكلم مجهودنا كلنا بالنجاح ده اللي احنا بنشوفه كل شويه، فربنا يكرمنا باذن الله ونحاول نجيب تاني وتالت عشان نبسط كل الناس على كل الجماهير. المباراه كانت صعبه يا كابتن خالد، شفناك طبعا في المدرجات، الحقيقه بيبقى ضغط كبير جدا خاصه ان احنا عارفين النادي الاهلي المركز الثاني بالنسبه له هي خساره. النهارده الحقيقه كان مباراه صعبه، كان ضغط كبير قوي، رايك ايه في مباراه النهارده وعلى روح الفانيله الحمراء اللي قدرت ان هي يعني تحسم المباراه لصالحها والبطوله كمان لصالحها؟ هي النقطه اللي انت بتوصلي لمرحله في النهارده في الماتش بالذات، فريق سبورتنج اكيد كان عايز يبد الجماد شويه معانا، لكن بناتنا قدروا، بناتنا النهارده في اعلى تركيزهم الحمد لله، ماتش مش احسن حاجه مش زي الجيم الاولاني والثاني، لكن هم برضو قدروا يكسبوا الجيم، عايزين يكسبوا الجيم وفضلوا مصممين لغايه ما كسبوا الجيم. هي دي روح النادي الاهلي وهي دي بناتنا وهي دي اللي بقول لهم الف مليون مبروك عليهم، والحمد لله ولادنا كلهم بيلعبوا بروح النادي الاهلي، ودي فانيلة النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، هو ده اللي بيخلي اللعيبه تلعب بحماس وروح، الحمد لله رب. كابتن خالد، يمكن الحقيقه دايما لما بنحسم سيزون وبيكون سيزون ناجح الناس بتفتكر ان خلاص كده احنا مرتاحين،
ولكن ده بيزود المسؤولية وبيبقى صعوبة أكبر بكتير إن أنت تبدأ سيزن جديد بنفس النجاح ده وتحافظ على النجاح ده. هي المشكلة كلها إن إحنا من السيزن اللي فات وإحنا خلاص تعبتنا عودنا جماهيرنا إن دايما هم كلهم بطولات، وأكيد السيزن الجاي أصعب كتير جدا عشان نقدر نحافظ مع لعيبتنا دي كلها، وإن شاء الله نواصل فيهم جدا ولسه في كتير للنادي الأهلي، وإن شاء الله هيبقى سيزن زي ده وأحسن، وهي دي اللي إحنا مستنيينه من جماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي الحمد لله يا رب. كابتن خالد نورتنا وشرف. ميرسي، أشكرك، شكرا. معي بقى في هذه اللحظات الحقيقة واحد من الأهلاوية الكبار جداً، طبعاً النجم الفنان علي ربيع. ده بقول لك ألف مبروك الفوز. حين أنت كنت متوتر شوية في المدرجات، لكن في النهاية الحمد لله وشك كان حلو وقدرنا نتوج ببطولة الدوري السوبر. والله الحمد لله، طبعاً مبروك للأهلي وأنا مبسوط قوي طبعاً، أول مرة أحضر ماتش باسكت في حياتي والأهلي كسب الحمد لله، وإن شاء الله دايماً الحمد لله إن شاء الله دايماً الأهلي يكسب دايماً. احنا عارفين ان انت اهلاوي جدا، بتكون متواجد وبتدعم الفرق الرياضيه في النادي الاهلي، ويمكن فريق الكوره دايما بتشجعه وبتدعمه، فعايزك تكلمني اكتر بقى على عشقك لكيان النادي الاهلي. والله انا بشجع الاهلي طبعا من وانا صغير، بحب الاهلي جدا، واي مكسب الاهلي بيفرحني، وبس يعني دايما بشجع الاهلي طبعا. شفت ازاي المباراه النهارده؟ يعني هي كانت مباراه صعبه جدا الحقيقه، كلنا كنا قاعدين متوترين جدا، ويمكن شفت ده كمان اكيد عليك خلال المباراه. شفت ازاي المباراه النهارده؟ بصي انا طبعا جيت الماتش عشان تمارا طبعا وكابتن نادر وكده، بس انا اول مره فعلا احضر ماتش، وطلع ماتش صعب جدا يعني ماتش لحد اخر ثانيه مش عارف مين اللي هيكسب، فانا كنت خايف الاهلي يخسر بقى يقول عليا وش وحش. الحمد لله الاهلي كسب وتمارا فرح بس، ومبروك ليك انت طبعا، انت دايما برضو بتعملي حاجات حلوه وانا مبسوط عشانك، وان شاء الله دايما تبقوا مبسوطين كلكم والاهلي يكسب ان شاء الله. اخيرا ما ينفعش تبقى معايا وما اتكلمش على اغنيه سطلانه اللي اصبحت نشيد من اناشيد النادي الاهلي. والله سبحان الله الاغنيه فعلا بتفرح دايما جمهور الاهلي، عشان الاهلي عملها قبل كده في افريقيا ودايما بيشغلوها يفرحوا عليها، واحنا لما عملناها والله يعني ما كانش في بالنا خالص ان هتبقى كده، بس الحمد لله ان هي بقت بتفرح الناس قوي كده الحمد لله. انا بشكرك جدا، واكيد تاني بقول لك الف مبروك، وتيجي بقى كل ماتش باسكت عشان نتوج ان شاء الله. ان شاء الله اجي العب بره. استناك. شكرا ليك انت والله، ان شاء الله دايما متالقه كده دايما. لسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا طبعا عقب تتويج ملكات السله بدوري السوبر للمره الثانيه على التوالي. طبعا معانا دلوقتي الملكه سرية محمد، الحقيقه كانت مصره ان هي تكون موجوده، ودي مش اول مره نشوفها يعني وقت تتويج او وقت انتصار على الرغم من عدم وجودها في صفوف الفريق. كابتن سرية برحب بيك على شاشه قناه نادي الاهلي. الحقيقه انت بدات السيزون ولكن لظروف ما، يعني خبر سعيد طبعا، يعني بننتظر حدث سعيد بالنسبه لك. كنت خارج السكور ولكن كنت موجوده معاهم، تقولي يعني السيزون ده خاصه ان انت بداتيه، ولكن يعني كان ليكي بس انت ما احتفلتيش معاهم ببطولتين كاس مصر والنهارده دوري سوبر. اكيد طبعا اول حاجه مبروك للفرقه ان قدروا الحمد لله ان هم يكسبوا 3-0. يعني احنا كنا يمكن موسم كان صعب وخسرنا بطولة المرتبط، بس قدرنا الحمد لله ان احنا نرجع وكسبنا كاس مصر وكسبنا 4 بطولات، فيعني موسم طبعا بالنسبه لنا برضو يعتبر استثنائي، انهيناه الحمد لله حلو جدا، قدرنا ان احنا نكسب الدوري، وده كانت حاجه حلوه لينا كلنا، وكنت مبسوطه جدا جدا فرقتي عملت كده النهارده، ومبسوطه باداء كل واحده في الفرقه، اثبتنا فعلا ان احنا ابطال الدوري والكاس. مباراة كانت صعبة قوي النهارده سرية الحقيقة، يعني يمكن على الرغم ان احنا خلصنا المباراتين اللي فاتوا جيم 1 وجيم 2 بفرق سكور خلينا نتكلم 10 و15 بوينت، ولكن النهارده كانت مباراة صعبة جدا جدا. هل شايفة ان هم كانوا مستعجلين ان هم يفوزوا، مستعجلين على البطولة، ولا كان ايه المشكلة في مباراة النهارده؟ يمكن احنا كنا مستعجلين على المكسب فعلا، بس دي بشوفها انها حاجة بتحفزنا اكتر ان احنا في اي وقت هنقدر نرجع للماتش، وده فعلا بان في حتى في الاوفر تايم قدرنا ان احنا خلاص اتعادلنا، ففي الاوفر تايم قدرنا ان احنا نفرض سيطرتنا من اول الماتش، وده اللي حصل فعلا، قدرنا ان احنا من اول دقيقه في الاوفر تايم نكسب، وكسبنا الحمد لله كتير.
لهم النهارده رساله، خاصه ان انت موجوده معاهم؟ اكيد قلت لهم رسائل كتير، دعمك اكيد مهم بالنسبه لهم. يعني يمكن احنا عارفين الفريق ده تحديدا فيه يعني اعمار مختلفه متفاوته، اكيد الدعم بالنسبه لكل الاعمار المختلفه، خاصه ان انت دايما في ظهرهم حتى بعد ما كنتيش معاهم في سيزن كله، رساله يعني منك ليهم كده، خاصه ان هم بينهوا السيزن بشكل الحقيقه جميل جدا وشكل متفوق جدا. عايزه اقول لهم الف مبروك، وانتوا تستاهلوا اكتر من كده بكتير، وبجد فخوره بكل واحده في الفرقه بالاداء اللي هم عملوه، كلكم بجد رجاله، ومفيش اي واحده نزلت يعني بصراحه قصرت او عملت اي حاجه، بجد مبسوطه منهم كلهم. مبروك للجهاز الفني ومبروك للفرقه، وعايزه اقول لهم الف مبروك. نورتينا وشرفتينا، والف مبروك ليكي، وان شاء الله تقومي بالسلام. ان شاء الله. ميرسي، شكرا. مستمرين مع نجوم طبعا سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي. معايا دلوقتي بقى واحدة برضو من المتألقين في المباراة النهاردة، اللاعبة فريدة وائل. في البداية طبعا بقولك ألف مبروك، الحقيقة بطولة غالية أكيد، دوري سوبر. يمكن المباراة النهاردة كانت مباراة صعبة جدا، لكن في النهاية الحقيقة قدرتوا تنهوها لصالحكم وتفوزوا بالبطولة. الله يبارك فيكي، ميرسي جدا. طبعا ماتش النهارده كان صعب جدا، لان هم كانوا نازلين، احنا كنا خدنا الليد اول ماتشين، فهم كانوا نازلين، دي كانت اخر فرصه ليهم، فكانوا نازلين مموتين نفسهم ان هم من اول دقيقه عايزين يكسبوا، بالذات ان هم اكيد مش عايزين ان هم يخسروا 3-0. فاحنا كنا مستعدين الحمد لله لده، وكنا عارفين ان هم من اول ما ينزلوا هيبقوا نازلين جامد. بس احنا الماتش كان جامد وقربوا كده، بس احنا كنا عارفين وواثقين ان احنا ان شاء الله هننزل نكسبهم، وكنا واخدين الثقه عليهم الماتشين اللي فاتوا كمان من بطوله الكاس. فاحنا الحمد لله كنا قادرين ان احنا نثبت، يبقى في ثبات انفعالي، ما نتوترش لو الماتش ازم، كده كده عارفين وواثقين ان احنا ان شاء الله هنكسب في الاخر. انت ذكرتي نقطه مهمه جدا، الثبات الانفعالي، واكيد دي حاجه من اللي بتميز لاعبات النادي الاهلي. يمكن كمان دور كابتن طارق بيكون مهم جدا على اللاين بره، طبعا في التايم اوت وكل النصايح اللي بيقولها لكم. فعايزاكي تكلميني على ابرز الحاجات اللي كابتن طارق قالها لكم اللي اكيد ساعدتكم في الفوز بالبطوله. طبعا كابتن طارق ليه دور كبير جدا، احنا بنشكره طبعا على مجهوده وتعبه معانا. احنا من اول السيزون كابتن طارق مركز معانا، احنا اتمرنا كتير قوي على كل الاخطاء. احنا للاسف كنا بدانا بدايه مش احسن حاجه ان احنا خسرنا مرتبط، بس من ساعتها واحنا في طفره كبيره جدا، وبنتمرن من اول السيزون ان احنا ان شاء الله نكسب، ونوعد الجمهور ان احنا نكسب بقيه البطولات كلها، والحمد لله اوفينا بالوعد ده. وفي التايم اوت وفي الهاف تايم كابتن طارق كان اصلا من قبلها بيقول لنا يا جماعه احنا كده كده احسن، واحنا واخدين الليد عليهم والثقه عليهم، وعمل لنا فيديوهات بكل الاخطاء بتاعتنا ومميزاتهم واخطائهم. وفي التايم اوت قال لنا مهما كان ايه اللي حصل في ثبات انفعالي واحنا نكسب في الاخر، فهو كان مدينا التحفيز اللي خلانا نقدر ان احنا نكسب في الاخر الحمد لله. اخيرا انت ذكرتي نقطه الجماهير، الحقيقه ان الجماهير بتدعمكم وبقت مهتمه جدا بالعاب الصالات بشكل مختلف، بنشوف ده لو مش قادرين يكونوا متواجدين في الصاله بيدعموكوا كتير قوي على السوشيال ميديا. فتحبي تقولي ايه للجماهير النادي الاهلي؟ احب اشكرهم جدا، هم دايما معانا من اول لحظه في الخساره قبل المكسب، وهم دايما يعني بيحفزونا جامد جدا، وكل المكسب اللي احنا بنكسبه ده دايما بنهديه لجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي، وفعلا بنشكرهم على دايما وقفتهم معانا. احنا اللي بنشكركم، بتفرحونا دايما، والف مبروك مره ثانيه. ميرسي جدا، ميرسي قوي. مجهود كبير جدا، جيتي على نفسك على الرغم ان انت عندك اصابه في السمانه كابتن طارق قال لنا، ولكن قدرتي ان انت تعملي مجهود كبير جدا جدا، وتحصدي كمان بس 3 بوينت شوتر. احكي لنا بقى على المشهد، انت يعني انهارتي بعد ما المباراه خلصت وبعد ما اتاكدنا ان احنا ابطال دوري سوبر النهارده؟ اول حاجه الله يبارك فيكي، وكانت بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا، كنا عايزين نعوض خساره بطوله المرتبط من فريق سبورتنج، فاحنا كنا نازلين البطوله مركزين من اول جيم، وكنا عايزين ان احنا نكسب 3-0. فعيطت في الاخر بس عشان احنا كنا تعبانين، وعارفه ان احنا بذلنا مجهود جامد طول الفتره اللي فاتت، وكل واحد جه على نفسه في حاجات كتير، وانا زي ما حضرتك قلتي انا نزلت مصابه، بس يعني الحمد لله كنت قادره ان انا العب واساعد الفرقه ان احنا نكسب النهارده. فالحمد لله، ومبروك للنادي الاهلي، ومبروك لمجلس الاداره، ومبروك للجماهير، ومبروك للفرقه ومجلس الاداره، كلهم تعبوا معانا بصراحه الفتره اللي فاتت، فالحمد لله ان احنا كسبنا البطوله دي. المباراه كانت صعبه جدا، عصيبه جدا النهارده. الحقيقه سبورتنج كان نازل يمكن كان عايز يثار به سواء بطوله كاس مصر اللي احنا يعني يمكن من اقل من شهر كنا كسبانين على حسابهم، والنهارده كمان يمكن كان بيامل ان احنا نروح لمباراه رابعه، ولكن الحقيقه قدرتوا ان انتوا بروح الفانيلا الحمراء والحقيقه بتكاتفكم جميعا ان انتوا تحصدوا البطوله النهارده. احنا كنا عارفين ان فرقه سبورتنج هتنزل النهارده عايزه تكسب الماتش، طبعا مش هيرضوا ان احنا نكسب 3-0،
فكنا متوقعين ده، فاحنا حاولنا ان احنا على قد ما نقدر ان احنا نفضل متمسكين مع بعض، نلعب مع بعض، نعمل كل حاجه مع بعض عشان نعرف نخلص الجيم بان احنا نكسبه. واظن ده باين في الماتش النهارده، فالحمد لله ان احنا قدرنا نكسب الماتش النهارده ونفرح الناس النهارده ب 3-0 الحمد لله. برضه احنا شايفين دعم كبير جدا من عيلتك، وخلينا بقى نقول برضه من كاستيلو، انا قلت له تعالى نسجل معاك انت، هو قال لا ده يومها النهارده، اليوم يومها. شايفينه بيدعمك بشكل كبير جدا، نجاحكم انتوا الاثنين مع بعض، هو لسه برضه محقق دوري على حساب الزمالك، نجاح كبير جدا. تقولي له ايه النهارده وتقولي ايه لاهلك النهارده، خاصه ان هو ما رضيش ابدا، قال لا النهارده يوم ميرال، مش هينفع ان انا يكون اللقطه انا وهي، هي لازم تاخد اللقطه لوحدها. تقولي له ايه النهارده، تقولي ايه لعيلتك اللي كانوا في ظهرك؟ انا طبعا بشكر عيلتي ان هم كانوا دايما موجودين معايا في كل الماتشات، وطبعا بشكر كاستيلو هو دايما موجود معايا في كل حاجه، سواء لعبت وحش سواء لعبت حلو هو كان دايما بيشجعني، حتى كمان اهلي بيشجعوني، فانا بشكرهم كلهم ان هم كانوا معايا. وطبعا هو برده عمل انجاز كبير من الاسبوع اللي فات ان هو كسب الدوري، فهو كان يعني قال لي ان شاء الله ان شاء الله ان انا هكسب الدوري ده كمان، فالحمد لله ان احنا هو كسب الاسبوع اللي فات وانا كسبت الاسبوع. لي النهارده جايزه مهمه، بس 3 بوينت شوتر، خاصه يا كاستيلو جه واقف اهو لسه لسه جايبين سيرتك، يعني تقول لها ايه النهارده؟ انا يمكن كنت بتكلم معاك اوف اير، قلت لا النهارده اليوم يومها ودي لقطتها وانا مش هينفع ان انا اكون معاها، ولكن دعمك اكيد حاجه مهمه جدا. هي لسه كانت بتقول ان انت يمكن سواء بتلعب حلو او بتلعب وحش معاها وفي ظهرها، تقول لها ايه النهارده؟ طبعا بقول لها مبروك، مبروك طبعا على الثلاث ماتشات مش النهارده بس، بصراحه انا فخور ان هي في ثلاث ماتشات انا باجي اتفرج عليها وببص انها اتفرج عليها، ما شاء الله عملت ثلاث ماتشات جامدين قوي، يعني انا مش عارف اقول ايه بالظبط. النهارده التواجد باحسن 3 بوينتس دي حاجه يعني بتتكلم مجهودها طول الموسم، ما شاء الله موسم فظيع بالنسبه لها، ببارك لها على البطوله وببارك لها على الموسم، وبقول لها انا فخور باللي انت عملتيه، وبقول لها انا دايما في طارق ودعم ليكي، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن يعني ليها. له احساس مختلف، انتوا الاثنين موجودين يعني داخل جدران القلعه الحمراء ناجحين دايما، اسبوع انت الاسبوع اللي فات بتحتفل بدوري، هي النهارده بتحتفل بدوري تاني، هي على حساب سبورتنج انت على حساب الزمالك، اكيد احساس مختلف ان انتوا موجودين في النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي بتدعمكم بشكل كبير جدا انتوا الاثنين تحديدا، تقول لهم ايه وعن احساسكم وانتوا موجودين في النادي الاهلي؟ بطوله وبعد كده اسبوع وبعد كده هي بطوله. طبعا شرف لاي حد ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، زي ما انت عارفه ان النادي الاهلي كل يوم بطوله في اي لعبه، احنا اعتقد ان احنا بنحقق النهارده رقم قياسي غير السنه اللي فاتت في الالعاب الجماعيه، ان احنا خدنا بطولات اكتر من السنه اللي فاتت. طبعا مبارك لجمهور النادي الاهلي، وقلت قبل ماتش بعد ماتشات الدوري بتاعتنا، لان انا رسائل الدعم بتاعتكم كلها بتوصل كلنا بنشوفها، فبشكرهم على الدعم اللي هم دايما واقفين في ظهرنا، بشوف كل حاجه بتتكتب على السوشيال ميديا، بجد بقول لهم مبروك ليكم البطولات ديت والانجازات ديت، وده طبيعي جوه النادي الاهلي، احنا كلنا جوه النادي الاهلي بنلعب على البطوله، سواء انا سواء هي اي حد جوه النادي الاهلي في اي لعبه في النادي، فبقول النادي بقول للجمهور مبروك، بقول مبروك للاداره والجهاز الفني كابتن طارق خيري وكابتن كريم وكل الناس، بجد تعبوا، بشوفهم ازاي بيتعبوا، انا ممكن اكون واحد جزء من الفرقه، انا عايش معاهم بقالي فتره، فبشوفهم ازاي تعبوا، بقول لها مبروك انها لعبت النهارده وسمانتها ممزوقه، فانا الموضوع بالنسبه لي كان كنت سبورت ليها في الموضوع ان هي تلعب عادي، خلاص هنكسب النهارده وهي هتريح، فطبعا الحمد لله ان هي قعدت على خير، ومبروك ليها ومبروك للنادي الاهلي وجمهوره ومبروك للجهاز الفني للباسكت. ربنا يكسله، مبروك ليك انت كمان، ولسه يعني خلاص ماشي. لسه كنت هسالك، يمكن كابتن طارق كان فخور جدا بيكي ان انت النهارده فزتي بالجائزه دي، بس 3 بوينت شوتر، قال ان انت بقالك معايا 2 سيزونز، ولكن هو النهارده كان فخور بيكي وفرحان قوي كانك بنته النهارده بتفوز بالجائزه دي، تقولي له ايه النهارده؟ انا طبعا بحب اشكر كابتن طارق على ثقته فيا، يعني من السنه اللي فاتت ان هو اصلا جاب لي النادي الاهلي، وان هو كان دايما بيلعبني وكان واثق فيا في كل حاجه، حتى وانا بلعب وحش كان اللي هو برده سامني في الملعب، وكان عارف ان انا هقدر اعمل حاجه تانية في الملعب اساعد الفرقه فيها سواء ما بجيبش او بجيب، فانا بشكره جدا طبعا على ثقته دي، وانا عارفه ان هو مبسوط لي ان هو كان نفسي ان اخد حاجه السنه دي، فانا طبعا بشكره جدا والله على ثقته فيا يعني طول يعني السنه اللي فاتت والسنه دي. ولسه مستمرين مع لقاءاتنا مع نجوم كره السله بالنادي الاهلي، والحقيقه انا معايا دلوقتي بقى لقاء من واحده من المتالقين والنجوم الاستثنائيين الحقيقه مع النادي الاهلي، كل مباراه الحقيقه بتتفوقي على نفسك بشكل اكبر، اكيد ببارك لك على الفوز واكيد ببارك لك على هذه الجائزه الحقيقه تستحقيها. الحمد لله، والله لولا الفريق كله ما كنتش وصلت اللي انا فيه، كلنا تعبنا قوي الحمد لله من بعد من قبل الكاس، واحنا عندنا تارجت واحد
في التمارين كلها شادين حيلنا وبنتمرن بمنتهى الجديه ومنتهى الحماس، والحمد لله ربنا وفقنا وادينا على قد تعبنا الحمد لله. اكيد ليكي خبره كبيره في الملاعب، اكيد بيكون ليكي دور كبير في الفريق خصوصا في المباريات الصعبه الحاسمه زي مباراه النهارده، فايه ابرز الحاجات اللي قلتيها للاعبين عشان اكيد يرجعوا مره اخرى للمباراه؟ طبعا احنا كنا واثقين في ربنا اولا وان احنا قدها وان احنا هنكسب وهنخلص النهارده. قلت لهم ان مهما كان السكور طلع نزل احنا مستمرين ونلعب كلنا مع بعض وجامد ومنتهى الحماس، والحمد لله ربنا قدرنا يعني وكملنا لغايه الاخر لغايه ما كسبنا الحمد لله 3-0. شعورك ايه بعد الفوز اكيد بهذه الجائزه، وخصوصا ما شاء الله انت اكيد كل بطوله بيكون ليكي دور كبير وجائزه مختلفه؟ طبعا شعور لا مختلف جدا الحمد لله، البطوله دي عزيزه جدا على قلبي. كنا جايين وعاملين حسابنا من الاول ان احنا ان شاء الله هنكسب وكلنا هنلعب مع بعض وكلنا هنبقى على قد المسؤوليه، فوالله البطوله دي بالذات شعورها مختلف خالص الحمد لله يعني. اخيرا بقى رساله لجماهير النادي الاهلي، الحياه دائما بتدعمكم. طبعا بحب اشكرهم جدا وكان نفسي يكونوا موجودين معانا النهارده، بس بجد انا بهدلهم البطوله دي وكل البطولات، وبشكرهم على دعمهم المستمر لينا وان هم متابعينا على طول، ويعني يا رب نفرحهم دايما ان شاء الله. بحب اشكرك جدا والف مبروك، فرحتونا كلنا اكيد كل الاهلاويه، فالف مبروك مره ثانيه. يبارك فيكي ميرسي قوي، شكرا. سيزن كان مهم جدا وصعب جدا كمان عليكم، والنهارده الحقيقه كان اكثر صعوبه، النهارده جيم 3 كانت صعبه جدا مع طبعا سبورتنج. تقولي ايه عن المباراه وعن التتويج كمان ببطوله جدا؟ والله الحمد لله طبعا على الفوز النهارده، فوز استثنائي. الفوز ده ما جاش من فراغ الصراحه، الفوز ده يعني جه من بعد خساره الدوري المرتبط، قدرنا ان احنا نقفل على نفسنا ونشوف عيوبنا بعد برضو احنا كنا جايين من سنه كسبين فيها 5 بطولات، طبيعي ان هو كان يحصل دروب، بس الحمد لله يعني قوتنا والليدرشيب بتاعتنا بانت في ان احنا نعرف نباونس باك بسرعه، قدرنا نكسب بطوله السوبر والقاهره، بعدين كسبنا دوري الكاس، والكاس ده كان اللي هو لا احنا موجودين وهي دي روح النادي الاهلي، وبعدين كنا عارفين طبعا ان احنا هنقابل السبورتنج برضو تاني في نهائي الدوري، استعدنا لهم كويس جدا، قافلين على نفسنا بقالنا اكتر من اسبوعين في معسكر، بنتمرن صبح وبالليل والجيم مفيش خروج خالص. حبيبة قلبي صراحة يعني الجهاز الفني تعب معانا كتير جدا، المدربين ما كانوش بيناموا حرفيا، كابتن طارق كان محفظنا اللعيبة، بقينا حافظين الكي بلايرز بتاعهم هيعملوا معانا ايه، قدرنا كنا بنذاكرهم بيبعتلنا حتى الفيديوهات على واتساب خلاص بقينا نتفرج عليه قبل ما ننام، كانوا بيذاكروا طول الوقت، قدرنا ان احنا نعمل كده، فالحمد لله يعني كسبنا. الايام اللي فاتت كنا بنخلص جيم 1 وننزل تمرين صبح وننزل تمرين بالليل، نلعب جيم 2 نتمرن الصبح ونتمرن بالليل، قلنا نيجي على نفسنا ونستحمل عشان عارفين اكيد ربنا هيكرم ونقلل تعبنا. المسجز اللي كابتن طارق كان مصمم ان هو يقولها لكم خاصه في التايم اوتس النهارده، كان خلاص ماشيين بوينت بوينت، وده اللي خلانا نروح لكوارتر خامس، اهم الرسائل اللي هو اداها لكم خليكم ان انتم تفرقوا وتحسموا البطوله لصالحكم في الاخر؟ والله هو يعني اهم رساله كانت بين الشوطين، لما دخلنا بين الشوطين قدرنا يعني ان احنا نطلع كل يعني قلنا خلاص احنا طلعنا كل الوحش بتاعنا، فيلا نلعب شوطين تانيين، هو كان مدينا ثقه غير طبيعيه كابتن طارق الصراحه والجهاز الفني كله، لا العبوا انا واثق فيكم انتوا هتكسبوا، احنا كنا كفرقه مصدقين ان احنا هنكسب، حتى لما هم جابوا الثلاثيه في اخر ثانيه احنا مصدقين كفرقه احنا هنكسب النهارده، احنا عارفين ان احنا هم بقوا خايفين مننا، احنا عارفين نقط ضعفهم، احنا عارفين امكانياتنا ومصدقين ان احنا احسن منهم وان احنا اللي نستحق ان احنا نكسب بطوله الدوري، مش حتى كنا بنهزر مع نفسنا بنقول كل واحده تطلع اقصى طاقتها النهارده عشان ما يبقاش في جيم فور، عشان احنا فعلا تعبنا خلاص. مع لقاءاتنا مع نجوم النادي الاهلي طبعا سيدات كره السله، ومعي بقى في هذه اللحظات اللاعبه جايده خالد. في البدايه طبعا بقول لك الف مبروك الفوز بدوري السوبر، حال انت بقيتي متواجده على طول مع الفيرست تيم، اكيد بيكون شعور مختلف التتويج بكل هذه البطولات، عايزاكي تكلميني بقى بالتحديد على هذه البطوله. الله يبارك فيكي، اول حاجه هو بجد شعور حلو قوي، واهم حاجه ان احنا الحمد لله يعني السوبر ما طلعش بره النادي الاهلي، واحنا ركزنا واشتغلنا وتعبنا وربنا كرمنا الحمد لله. انت بقى لك فتره اكيد موجوده مع الفيرست تيم، اكيد دي بتديكي ثقه اكتر وخبره اكتر، عايزاكي تكلميني على شعورك وانت بتتوجي اكيد معاهم ومع الفيرست تيم.
هو شعور حلو قوي، وانت عامه عشان تبقي ناشئه النادي الاهلي ان انت تاخدي كل البطولات دي بقالك سنتين يعني، فانت اولا بتاخدي اكسبيرينس من اللعيبه الاكبر منك، بيشجعوكي بيخلوكي تركزي تخشي جوه اجواء ان في فاينلز، كل الاجواء دي احنا بنركز عليها في الفيرست تيم اكتر، بس وكلنا واقفين مع بعض وكل واحد ناقصه حاجه بيكملها وبيركز فيها. انت قلتي نقطه مهمه جدا، انت اكيد متربيه في النادي الاهلي واحد ناشئي النادي الاهلي، اكيد بيبقى في نصائح ليكي بالتحديد من زملائك اكيد زي كابتن نادين السلعاوي ورنين الجداوي، بيقولوا لك ايه ابرز الحاجات؟ اهم حاجه ان انا ما اتوترش، اخدت التراي بتاعي خلاص اخده، اهم حاجه ان انا اركز في كل لعبه والتايم اللي انا اخده ابقى اقدمه. انا بشكرك جدا واكيد بقولك الف مبروك، وان شاء الله يكون ليكي دور اكبر واكبر مع النادي الاهلي، مستنيين منك الكتير. ميرسي قوي، شكرا.